مساء الخير. رغم البعد الجغرافي بين كسروان جبيل من جهة وطرابلس المنيا الضنية من جهة ثانية، فإن هناك تقاربا في المعركتين الانتخابيتين. ففي كسروان جبيل معركة الزعامة المارونية في قلعة المسيحيين، وفي طرابلس معركة الزعامة السنية في قلعة المسلمين. وفي المعركتين تتعدد علامات الاستفهام قبل 15 يوما من الاستحقاق الانتخابي. فماذا يقول الشيخ فريد هيكل الخازن عن تحالفاته وعن مزاج الناخب الكسرواني؟ ما المشاريع التي يعد بها؟ وكيف سيتوزع الصوت التفضيلي في لائحة عنا القرار؟ وفي الانتقال إلى الشمال، كيف سيواجه المرشح مصباح الأحدب اللوائح المنافسة؟ أي تغيير يعد به؟ وكيف سيتوزع أيضا الصوت التفضيلي على لائحة القرار المستقل؟ وعليه فإن هذه الحلقة الخاصة بموضوعية تنقسم إلى قسمين. الأول مع المرشح عن دائرة كسروان جبيل الوزير السابق فريد هيكل الخازن، وفي الجزء الثاني مع المرشح عن دائرة طرابلس مني الضنية النائب السابق مصباح الأحدب. فخليكم معنا. مساء الخير شيخ فريد. يسعد مساك. رح أبدأ معك انطلاقا من اسم اللائحة، اسمها عنا القرار، وكأنه بتوحي أنه عند غير لوائح القرار منه عندهم. هل صحيح هالمقاربة هيدي؟ لا لك شو، نحن الحقيقة المرحلة السابقة بسنة 2005، من 2005 لليوم مرق لبنان بمخاض كبير ومخاض عصير، وانقسم لبنان شقفتين، شقفة هي 8 أدار وشقفة هي 14 أدار. نعم. وبالحقيقة كانت 8 أدار وحلفائها تتمثل بالتيار الوطني الحر بالساحة المسيحية، و14 أدار بشكل أساسي القوات اللبنانية. اليوم نحن جينا نقول أنه أولاً لبنان لا يمكن أن يستمر بأحادية التمثيل أو ثنائية التمثيل وثنائية الزعامة المسيحية. الساحة المسيحية قوتها بتنوعها، قوتها بتعدد قواها السياسية، قوتها بأنه بحياتها حتى بأيام يعني العميد ريمو قدي والرئيس شمعون والشيخ بيير جمية، كانت القوى السياسية المحلية والزعامات السياسية المناطقية والحزبية أيضا إلى حضورها وإلى دورها الشعبي وإلى تمثيلها بمجلس نيابي. اليوم جينا نحن نقول كقوى سياسية مستقلة، طبعا بالتحالف مع بعض القوى الأخرى وبعض الأحزاب مثل حزب الكتائب اللبنانية اللي هو حزب عريق جدا، هذا أنه نحن لا، نحن في يعني خط جديد عنده قراره الحر، عنده قناعاته، عنده نظرته الوطنية، عنده برنامجه المناطقي والإنمائي، منه مستعد لا يروح لتأخذني يشحد النيابة من هذا الباب أو من ذاك. لا بتعتبرها شحادة نيابة، لا يعني لا، ما فيك تعتبرها نوع من أنواع التحالف، لأنه المراحل السابقة هيك كانت، المرحلة السابقة هيك كانت. وجينا اليوم كمان شفنا أنه في بعض الفرقاء حبوا بي بي يعني بي بمحطات أساسية يخلقوا صورة عند الرأي العام أنه نحن يعني نمتلك القرار بالتحالفات، نمتلك السيطرة على القوى السياسية، نحن قادرين نشكل لوائح بكل تناقضاتها، بكل خلافاتها السياسية، بكل صراعاتها السياسية، تمنع تشكيل لوائح أخرى، تمنع تشكيل لوائح أخرى. طبعا هذا الأمر لم يتحقق، لأنه نحن في عنا تأييدنا الشعبي، القوى السياسية اللي تحالفنا معها كمان عندها حضورها الانتخابي والشعبي، عندها حضورها السياسي بس والوطني، بس طلعت اللائحة نوعا ما هجينة، وقدرنا نعمل لائحة محترمة جدا، لائحة محترمة جدا، لأنه اللائحة اللي نحن تحالفنا القوى السياسية اللي تحالفنا معها في قواسم مشتركة كتير كبيرة متفهمين عليها، كلنا بخط سياسي واحد معارض. طبعا في بعض النقاط نحن في تباعد بوجهات النظر بين بعضنا عليها، اذا بدك نحكيها بالحلقه بنبقى نحكيها، ولكن في تجانس، في علاقه جيده
نحن عملنا احتفال، كلنا كنا حاضرين بإعلان اللائحة، نحن مسكنا إيدين بعضنا، نحن على تواصل يومي مع بعضنا، في تضامن بين أعضاء اللائحة. حزب الكتائب اللبنانية عم بيخوض معركة كبيرة ضد الفساد وضد الصفقات وضد الهدر اللي عم يحصل اليوم بالسلطة المركزية، ونحن كمان على يعني على نفس الخط وعلى نفس بنفس التوجه. بس بالسياسة منه هيدا المشكل، يعني بالسياسة حكيت عن قضية إنه الاحتفال للائحتكم، طبعا هالأمر واضح وكان في صورة حلوة مثل ما قلت إنه مسكتوا إيدين بعض. لا عم أقول لك أنا إنه في تجانس بين أعضاء اللائحة. لا بس من يعني أول لحظة، أول ما طلع الدكتور فهد السعيد الكلمة الاعتراضية يلي بلش فيها كانت لافتة، قال إنه وعدت وتفهمت مع أعضاء اللائحة إنه أقعد عائل اليوم وما أحرج حدا. طب تسأل وقت الجمهور اللي عم بيتابع إنه شو هاللائحة يلي إنه بدكم تتوقوا بعضكم، ويلي إنه الدكتور فارس سعيد عم يقعد الناس إنه يقعد عائل تأنه تخرجوا الاستحقاق بأقل قدر ممكن من المشاكل والإشكالات. لا لك شغل. نحن في موضوع واحد هو موضوع المقاومة، موضوع سلاح حزب الله. هذا الموضوع طبعا كلنا متفقين بشكل واضح أنه في لبنان يجب احترام الدستور، يجب أن يكون السلاح خاضع للسلطة الشرعية اللبنانية، لأنه ما في دولة بالعالم في عندها كيانة، في عندها سيادتها، في عندها نظام الديمقراطي إلا وأنه السلاح محصور بيد الدولة ويد السلطة الشرعية. طبعا هذا المبدأ العام نحن متفاهمين عليه. هلأ عمليا كيفية تنفيذ مقاربة هذا الموضوع، طبعا الدكتور فارس عيد وحزب الكتائب اللبنانية عندهم موقف مبدئي من هذه القصة، أنه نحن في إسرائيل أو ما في إسرائيل، في أصوليين أو ما في أصوليين، معرض لبنان أو منه معرض لبنان، نحن منسلم السلاح للدولة وبعدين نحكي. أنا عندي وجهة نظر مختلفة عن هذا الأمر. أنا أعتبر أن المقاومة هي جزء وشريحة لبنانية أساسية تشكل تقريبا ثلث الشعب اللبناني. نحن في عنا عدو إسرائيلي، هذا العدو يهدد لبنان يوميا ويهدد الكيان ويهدد السيادة ويهدد الاستقلال ويهدد الشعب ويهدد الأجواء اللبنانية يوميا، وعنده انتهاكات. والمشروع الصهيوني هو مشروع إيديولوجي طويل الأمد يعني واستراتيجي. فلذلك أنا أعتبر أنه نحن يجب العمل على هذا الملف من ضمن استراتيجية دفاعية، أقله إذا قلت للمقاومة سلم سلاحك يكون في عنا استراتيجية دفاعية تحمي لبنان من هذا العدوان. فهون في مقاربة مختلفة، وحتى أطلق ثورة سقفية الدكتور سعيد ببداية هذا، وقال هو لابس جرافات وغمز يعني من قناة الدكتور سليم الصايغ وقال له هيدي الجرافات إنه متفقين عليه، يعني بين وكأنه عم يبعث إشارات معينة. أستاذ وليد، نحن ما عم نأسس حزب نحن ودكتور فارس سعيد ولا مع حزب الكتائب. حزب الكتائب عنده حزبه، دكتور سعيد زعيم بمنطقته، موجود عنده رأيه السياسي، نحن عنا رأينا. نحن متفاهمين على قواسم مشتركة بنسبة 70-80%. اوكي، في 15 او 20 او حسب كل واحد قديش بده يكبر الموضوع او يصغره، في تباين بوجهه النظر بنقطه محدده، ولكن في تفاهم على فقط مسائل. نقطه يعني اذا امنا حزب الله كمان انظر الى النظام السوري، بتتفقوا انتوا وحزب الكتائب والدكتور فارس سعيد عليها؟ ما هيدي كلها لا. انا عندي مثلا موقف جدا صحيح. جدا جدا انا بعتبر انه لبنان يجب ان يكون يعني يتبع سياسه الحياد الايجابي. لبنان يجب أن يكون على علاقة جيدة مع كل الدول يلي عنده مصلحة معها. نعم. عنده مصلحة مع السعودية، لو في فريق بلبنان منه رايد هالشي، ولكن لبنان ما في يقطع علاقته مع السعودية، ما في يقطع علاقته مع الخليج، ما في يقطع علاقته مع إيران، ما في يقطع علاقته مع سوريا، ما في يقطع علاقته مع الأمريكان. طبعا مش حابب يتعاطى مع الزيمبابوي، ما يتعاطى مع الزيمبابوي، ما عنده علاقات لا اقتصادية ولا سياسية ولا قومية ولا جغرافية ولا جيوسياسية مع الزيمبابوي. بس أنا هذا موقف، وطبعا أنا بعتقد أنه منهم بعيد هني عن هذا الموقف بحسب الأخذ والعطاء اللي نحن حكينا. بس حتى بكلمته يعني قال الدكتور فارس سعيد أنه في تحالف بين العائلات عليكم كعم، وفي تحالف سياسي بين حزب الكتائب وبيني، يعني شو في تحالفين؟ لا، في نوعين من التحالفات. هني عاملين نوع من طبعا بتعرف الدكتور فارس سعيد بعلاقته مع
قيادة القوات اللبنانية منا كتير جيدة وعنده ارتباط يعني وتنسيق دائم مع حزب الكتائب اللبناني. أنا ألتقي مع حزب الكتائب بالمعارضة الوطنية والمعارضة السياسية اللي والدور اللي عم بيقوم فيه تحديدا الشيخ سامي جميل، ألتقي معه بكل مواقفه السياسية اللي عم يجي يقول انه الكلام اللي عم نحكيه نحن، يعني انه هذا بلد ما بقى يقدر يندار بهالشكل، في طبقه سياسيه عم تنهب البلد، في قوى سياسيه عم تستبيح المال العام، في بلد عم خزينته عم تنسرق، بدنا نوضع حد لكل ما يحصل من تجاوزات عم تقوم فيها الاداره المركزيه اللبنانيه. من هذا البعض بيقولوا شيخ انه في اتفاق على التفصيل بينما القضايا الاستراتيجيه مختلفين عليها. يعني قضية انه الفساد والهدر هذه كل اللبنانيين متفقين عليها. لا يا استاذ وليد، بس قضية سلاح حزب الله، لا قضية العلاقة مع سوريا. لا يا استاذ وليد، طول بالك علي شوي. لا مش متفقين عليها ابدا. في قوى سياسية اليوم بالبلد عم تنهب البلد. مين اني؟ خي 80% مين اني؟ 80%. انا ماني جاي هون دقر بالناس، يعني كل يلي بالحكومه ماني جاي دقر بالناس، بس انا اللي بدي اقوله انه اليوم البلد مش شيء معلن. يعني انا بعرف انه كل نقله زباله عم تنكب ببرج حمود في عموله عم تندفع لمجموعه من القوى السياسيه. مساله البواخر مانا مساله مخبيه، لما وزير بيجي بيصر انه ما يبعث الملف بقيمه مليار و800 مليون دولار على دائرة المناقصات، بده يفتحوا بمكتبه باعتبار أنه الوزير عنده صلاحية يفتحوا بمكتبه، بدل ما يكون الوزير الذي يدعي الـ يعني الشفافية والإصلاح ويعني نظافة الكف، بدل ما هو يجي يطلب حتى يمكن لو القانون ما بيسمح هو يقول عدلوا لي القانون. أنا ما بفتح مناقصة بمليار و800 مليون دولار بمكتبي، أنا بفتحها بدائرة المناقصات وبطلب أكبر قضاة وبطلب أكبر مرجعيات قانونية وصاحبة صلاحية من سلطات رقابة وغيرها أنها تكشف على المناقصة، لأنه هي مناقصة هيدي بتكسر البلد. ما عم تعمل مليار 800 مليون دولار أنت لتأخذني بقطر أو بالسعودية، بلبنان. فلذلك لا، هيدي كلها أمور نحن متفاهمين عليها، ونحن إن شاء الله بمرحلة ما بعد الانتخابات أكيد رح بيكون في تنسيق نحن وحزب الكتائب والمين ان شاء الله اللي بيتوفقوا نحن وياهم بالليحة لحتى نواجه هذا الظرف العسير اللي عم بمر فيه لبنان اليوم. اذا نجحتوا او اذا نجح عده اشخاص من هذه اللائحه، وان شاء الله طبعا انه تنجحوا، هل رح تكونوا بتكتل سوا او كل واحد بيروح بطريق؟ لا، بالتاكيد انه نحن رح نكون ربما تكتل، ربما بجبهه سياسيه، ربما بلقاء سياسي، ربما بتنسيق، ربما بجبهه معارضه، ربما بس اكيد انه نحن البلد، مش بس نحن اللي مشكله منا اللائحه، نحن اتفقنا انه نمد ايدنا لكل القوى السياسيه خارج منطقه كسروان جبيل اللي عندها استعداد انه نحط برنامج وطني نحن وياها ونتفاهم نحن وياهم على كيفيه محاسبه ومراقبه وتسليط الاضواء على التجاوزات اللي عم تخرب البلد اليوم، واللي عم تنهك اقتصاده، عم تنهك سياحته، عم تستبعد استثماراته، عم بتعطل فرص العمل، عم بتهجر الشباب. نحن شبابنا ليه عم بيهاجر اليوم؟ نحن بدنا نسأل سؤال يا سيدنا. اليوم انت ببلد امنيا الحمد لله ما في مشاكل امنية، طيب سياسيا كمان مبدئيا ماشي الحال، انتخبنا رئيس جمهورية، شكلنا حكومة، مجلس النواب موجود، هلأ عم نعمل انتخابات. في سؤال مفروض ينطرح اليوم، ليه البلد عم بمر بهيدي الأزمة الاقتصادية؟ ليه البلد ما عم بيجلب الاستثمارات؟ ليه شبابنا، الشباب اللبناني اليوم، هالشباب، هالأهل يلي بتكلفوا على شبابهم، على أولادهم مبالغ هائلة ليصالوا ويتخرجوا من الجامعات، هيدا الشاب بس يطلع من الجامعة، ليه عم يطلب يهاجر؟ ليه ما عنده فرصة عمل هون؟ ليه؟ أنا عندي الجواب، طبعاً أنا عندي الجواب ليه؟ لأنه هذا اللبنان يلي ما في عنده نفط، هذا اللبنان اللي ما في عنده ثروات طبيعية، ما في عنده ذهب، ولا في عنده ألماز، ولا في عنده فضة، هيدا رسماله وقوته باسمه، بنظامه الديمقراطي، باقتصاده الحر، بنزاهته، بعدليته، بقضاته، بقانونه، بدستوره،
بسلامة حياته الديمقراطية، بحماية كل هذه القوانين تحمي الاقتصاد وبالتالي تحمي المستثمر. لبنان عاش كل حياته على السياحة وعلى الاستثمارات الخارجية. الاستثمارات الخارجيه منين بتجي استاذ وليد؟ بتجي من جهتين، بتجي البعض بيقولوا حتى من الاستقرار السياسي والامني ومن الشعور بانه في دوله، مثل ما ذكرت حضرتك كمان انه في دوله مركزيه واحده تملك حصريه السلاح. بس خليني كفي الفكره. لبنان الاستثمار ياتي من جهتين، اولا الاغتراب اللبناني، ثانيا الخليج العربي او افريقيا. هودي كيف بدهم يجوا يستثمروا اليوم بالبلد؟ مين بده يجي يستثمر لما كل المشروع السياسي اللي موجود عند الطبقة السياسية اليوم هو مشروع سلطوي فقط، المنافسة على السلطة بس اليوم. المنافسة بس اليوم انه لانه وقت اللي وصل العماد ميشيل عون انه صار المشكل اليوم، من كل عمره هيك هذا النظام. لا انا بعرف كل عمره هيك المشكل، بس وصل العماد عون على قد ما الشعب اللبناني تامل ونوعد ووقع اليوم بنوع من انواع الاحباط. شو عم يعمل اليوم الشاب اللبناني؟ شو عم يعمل الصبيه؟ شو عم تعمل؟ بس هو عم بيقول حتى العماد عون انه بعد ما بلش عهدي، انا بده يبلش عهدي فعليا بعد هذه الانتخابات. بده يكون عنده كتله نيابيه وازنه، لانه خصومك السياسيين من هون عم ينطلوا انه بدنا نأمن اكبر كتله نيابيه وازنه ممكنه لهذا العهد، حتى هذا العهد انه يقدر يحقق اهدافه ومشاريعه فيما خص محاربه الفساد والوصول الى الدوله القويه والعادله. استاذ وليد، التيار الوطني الحر ما بلش حضوره بالسلطه من سنتين او من سنه ونص وقت انتخاب فخامه الرئيس. هذا الفريق السياسي هذا له من 2005 بالسلطه، ب 90% من الحكومات كان موجود فيها، بس ما كان كثير مؤثر، وكان مؤثر 27 نائب. شو بنعطيه المجلس النواب كله؟ شو بده يعني؟ كان دائما يواجه بعرقيل، اي عرقيل؟ عرقيل حتى من مجلس النواب، من رئيس مجلس النواب، ويواجه بعرقيل داخل مجلس النواب. او 27 نائب، 11 وزير بالحكومه. أخر الحكومة، الفريق السياسي اللي بيقدر يأخر حكومة سنة تيركب وزير معين لأنه بهمه أمره، هذا ضعيف؟ هذا ما أنه ضعيف، بس أولوياته موجودة بمكان آخر، ليست أولوياته هي اللي عم نحكيه نحن. لا، عندهم تأثير كتير كبير، وهلأ من سنتين لليوم أكتر وأكتر صار في رئاسة الجمهورية وفي مجلس وزراء وفي مجلس نواب وفي حضور كبير وفي تحالفات مركبينها مع ثلاث ارباع البلد. ولكن ما هي الاولويات؟ هون الموضوع، انه احنا مشكلتنا مع القوى السياسيه الاخرى انه نتفق على الاولويات. هيدا البلد المشاكل الاقليميه اللي فيه عايشها لبنان وعم بيعاني منها لبنان من 70 سنه. نحن اللي عم نقوله مطلوب هذه القوى السياسيه لما بتوصل على المجلس النيابي تجي تتفاهم مع بعضها على الأولويات. أولاً بده يكون في تفاهم وطني وقرار وطني مع الجزء الأكبر من القوى السياسية إنه يا خيي نحن هيدي مسألة الصفقات والفساد والهدر وتمرير الصفقات المشبوهة بدأت تتوقف. للأسف نحن كنا متأملين إنه هالشي يحصل ب وقت اللي بلش يعني الناس اللي عم بينادوا او الفريق اللي عم بينادي بهذه الشعارات، وقت اللي دخل على مجلس نواب ربما اول فتره ما كان موجود بالحكومه، وقت اللي فات بالحكومه خلص يعني صرت موجود بالحكومه بالمجلس، مفروض توضع لهم حد. شو اللي صار اليوم استاذ وليد؟ اللي صار اليوم انه هذا يعني هذا الفساد الذي ياكل الدوله وياكل المؤسسات وياكل الشعب وياكل الخزينه صار شغلي تحول إلى أمر طبيعي. صارت شغلي طبيعية أنه اليوم بفوت وزير على الحكومة بيقول لك أنا في هذا المشروع بدي منه حصة. لا بدك منه حصة لأنه بده يعطي كل الوزراء، بده يعطي حزبه لا أو معظم الوزراء. لا، البلد ما خلي من الأوادم. البلد ما خلي من الأوادم وما خلي من الناس النضاف. مشان هيك نحن كل هدفنا اليوم أنه يدخل على مجلس نيابي نخب جديدة، كادرات جديدة، القوى السياسية اللي موجودة اليوم نتمنى بأنه بمرحلة ما بعد الانتخابات توعى ترجع لضميرها الوطني
ونصيغ تفاهم وطني بمرحلة ما بعد الانتخابات مع بعض القوى أو معظم القوى هدفه واحد. إنه نحن بدنا نخلق أوكي. بدنا نخلق ثقة. الاقتصاد يا أستاذ وليد هو ثقة. بس خليني بس أسأل عن موضوع النخب الجديدة أو الوجوه الجديدة. مثلا بلائحة عندنا القرار من إني الوجوه الجديدة؟ الدكتور يوسف خليل، السيدة ألبرت زوان، جيلبرت زوان، مين يعني؟ لا لأقول لك مين، الدكتور شاكر سلام جديد وأنا أوكي. جديد. لا أنت كنت خي طول بالك، أنا كنت من سنة 2000، أنا من 15 سنة فلان، أنا وعملت نايب من 20 سنة أوكي. من 18 سنة على راسي. نحن ما عم نقول والدكتور فارس سعيد انه كان كمان، لا انه يعني نحن مطلوب نجيب ناس من قبرص نرشحهم بيروت. بس هي كمان السؤال انه انتقاد التيار الوطني الحر وانتقاد طبعا تكتل التغيير والاصلاح، وبهالليحة في اثنين من تكتل التغيير والاصلاح السابقين يلي وقت اللي ترك او من ترك لهم محل بالتكتل هونيك اجوا لهون. استاذ وليد، تكتل الاصلاح والتغيير، نحن في عنا بالتكتل اصدقاء وفي عنا حلفاء، مش بس الدكتور يوسف خليل والسيد جيلبرت، في عنا كان امبارح طلع الوزير سليمان فرنجي من التكتل اوكي. الطشناك اصدقائنا، نحن ما عم نقول كمان ليش هن التيار الوطني التكتل ما فيهم نواب اوادم؟ شو نحن عم نحكي بالجمله؟ في نواب اشرف منا واحسن منا وافضل منا واشتغلوا بمناطقهم، اشتغلوا للبلد، نحن ما عم نحكي بالجمله. اشتغلوا بتعتبر انه السيده جيلبرت، مش ست جيلبرت عم بحكي او الدكتور، عم بحكي ببرد ما في دائما ربع. بتنتقدوا بخطابكم السياسي النواب الخمسه الموانئ. اذا عم تحكي عن ست جيلبرت والدكتور يوسف خليل، هودي جماعه انا باكد لك انه اكيد ما سرقوا، اكيد انضاف كفهم نضيف، خدموا. انا بعرف الدكتور يوسف خليل شو خدماته المباشره مع الناس. هلا دكتور يوسف خليل بيقدر يمنع اعتماد راي على البترون؟ مقرر الوزير باسيل يبعثوا على البترون يجيبوا على كسروان؟ لا، ضمن الكونتكست اللي كان فيه ما بيقدر يمنع اعتماد راي على البترون يقول له لا انا بدي اعمل طريق يسوع الملك. ما انا قدرته للدكتور خليل يعني لا قدرت سجل يعني بارزوان. سكت عن الخطا وسكت على الحرمان. اذا منقول انه يعني سكت بال2005 وسكت بال2009 ما باليد حيله. هيدا هذه الجهه السياسيه قرارها معروف وين معروف وين هو كان موجود، كان موجود بالبيت، كان موجود بالبدايه. سجلوا لماذا؟ ما سمعنا انه هن سجلوا يوما ما اي اعتراض على اداء تكتل تغيير الاصلاح، لانه الاوادم، لانه بيعتبروا انه هذا الفريق جابهم على المجلس النيابي، كانوا اوفياء مع الناس اللي انتخبوهم وما طلعوا منه، كانوا بيقدروا يعملوا مثل ما يعني ربما هن هيك هي نظرتهم. مثلا بالمرحله السابقه دوله الرئيس المر طلع صحيح، طيب هن جماعه اوادم، كانوا أوادم مع قواعدهم وكانوا أوادم بيعتبروا أنه هذا الخط السياسي هو اللي وصلهم، وبرافو عليهم لأنه أنا برأيي الوفاء أهم شيء بهالدنيا. كانوا أوفياء، ولكن لما تصرفوا، بس الفريق الآخر ما كان وفي معهم أبدا، ما كان وفي تصرف معهم بطريقة أوفي. كمان الشعب الكسرواني يعتبر أنه اثنين اللي عم نحكي عنهم ما كانوا أوفياء مع تطلعاتهم، مع رغباتهم، مع أحلامهم، مع رؤاهم كمان. أنه الناس اللي انتخبوهم ما فيهم يعتبروا أنهم ما كانوا أوفياء لإلهم. الناس اللي انتخبوهم هن قواعد التيار الوطني الحر، يعني ما نضحك على بعضنا. لا العونيين كمان منا بس العونيين، لا لأنه كان في موجة عونيين. خي عراسي مش عم ميز أنا العونيين والتيار، هيدي القاعدة هي اللي انتخبتهم، وصلتهم على المجلس، التزموا الجماعة على آخر لحظة. بعدين يعني الفريق وقت قالوا لهم شكرا، هذا الفريق هذا الفريق لأسباب هن بالحقيقة بيجهلوها، أكثر من هيك أكثر من هيك راحوا يضغطوا عليهم على الست جيلبرت زوان إنه ما ترشح معنا. يعني صار في تصرف أكثر من هيك. مين ضغط؟ ولو مراحل العميد روكوز ومدامته على البيت لعنده بالاعلام. يعني شفناها على السوشيال ميديا، مش شغله منا شغله سريه يعني. راحوا زاروها وطلبوا منا ان تنسحب. طيب نحن ما بدنا نفوت بال كيف بيقولوا بزوري بالحديث، نحن اللي بدنا نقوله انه اليوم في عنا استحقاق كبير جاي على البلد، هذا الاستحقاق يجب ان يستثمر لانه اساسا هو قيمه لبنان وثروة لبنان وأهمية لبنان. شو بيفرق لبنان عن البلدان الجوار اللي حواليه؟ هذه أهميته أنه يا أخي لبنان بلد في حد أدنى من الديمقراطية. بدنا أنه لأنه الانتخابات الرئاسية لم تعطي الشوك بوزيتيف الاقتصادي المطلوب
لحتى ينمى هالبلد، يتأمن فرص عمل لهالشباب، نحد من الهجرة، ننفذ، نبلش بتنفيذ الانماء المتوازن بتنمية المناطق اقتصاديا بس سياسيا حتى استاذ وليد تشكيل الحكومة لم يعطي صحيح. الشوك البوزيتيف المطلوب. نحن كل ما سياسيا مش انا عم بحكي خي سياسيا ماشي الحال، ما حسيت انه رجع في رئيس قوي في غصب عبدالله يا سيدنا، سياسيا ماشي الحال، عبينا المركز هون وعبينا الحكومة هون بس نحن شو فرقاني معي أنا إذا كان الرئيس قوي أو الحكومة ضعيفة والشعب جعان. في شعب ما عنده وظيفة، في شعب ما عم يقدر يأكل. صارت نسبة الفقر بلبنان تتجاوز 30%، الهجرة تتفاقم، الشباب عم بتهاجر، الصبايا يأساني، بتطلع بتلاقي شاب قضى حياته، قضى 22 سنة من عمره، تلت عمره قضيهم بالجامعة. صحيح. طالع ما عنده فرصة عمل. هاي المشكلة، نحن هيدا اللي بدنا نفتش عليه. أوكي انتقدنا وعارضنا وعملنا وطلعنا واشتمنا بعضنا وهجمنا بعضنا، أوكي هيدي مرحلة انتخابية بتمرق، بس بالآخر نحن بدنا نبني بلد يحافظ على شعبه، بلد يحافظ على ناسه، بلد يحمي طلابه، يحمي شبابه، يحمي حقوق المرأة، يحمي الاقتصاد، يحمي المصارف، يحمي المال العام، يحمي مالية الدولة، يحمي الانماء المتوازن، ننمي مناطقنا. انا بدي اعطيك مثل كثير بسيط، هيدي منطقة كسروان، انا باكد لك ثلاث مشاريع بكسروان بينقذوا كسروان وبينقذوا شعب كسروان وبيخلقوا فرص عمل من اليوم لفرص العمل. نرجع نحكي عن الانماء فضل. بس خليني اكمل معك بالشقة السياسي، يعني انتهينا من هداك الموضوع. ليه ما كان في مدام كل القضية رفق الطريق، ليه ما كان في كمان رفق الطريق مع القوات اللبنانية؟ يا سيدي القوات اللبنانية كنت عم اقول لك من شوي، لانه القوات اللبنانية اذا بدك تتحالف معها بدها اياك معها بالتكتل، بدها تقيد لك قرارك السياسي، بدها تحدد لك من حرية قرارك السياسي. ونحن في عنا ما يكفي من الشعبية ومن الاستقلالية ومن الحرية بانه نحن نشكل لائحة، بنقعد ببيتنا وبنشكل لائحة نحن وحلفائنا. حلفائنا قعدوا ببيتهم ونحن قعدنا ببيوتنا، وكل واحد حافظ على كرامته، حافظ على كيانه، حافظ على قواعده وعمل لائحة. بيربح بيخسر ماشي الحال. الأحزاب اللي عم تحكي عنها اللي من كل احترام كان هني أو الحزب المخاصمينه من الجهة الثانية كمان منافسينه بالمعركة هلا، تيار الوطن لا بده إياك، عنده دفتر شروط، عنده دفتر شروط، تلتزم بهذا الدفتر الشروط تتحالف معه، ما بتلتزم بدفتر شروط ما بتحالف. يعني انه تكون أنا على الطاولة معه، أنا لا على طاولة التكتل. أنا لما بدي اتحالف مع شخص بده يحط لي دفتر شروط، بدي عندي انا كمان دفتر شروطي، ودفتر شروطي هو اللي بيحمي لي استقلاليتي وبيحمي لي حرية قراري السياسي وبيحمي لي كرامتي. هالقد. طيب معقول تقعد على طاولة تكتل مرادة؟ لا اكيد لا. نحن بنعمل تحالف، ربما نعمل تحالف مع المرادة، نعمل جبهة سياسية أو مع الكتائب أو مع غيرهم. يعني أنا مستعد مد إيدي لكل القوى السياسية، هل لي قادر اتفاهم أنا وياهم أنه هالبلد هيدا بدنا نوض، بدنا مؤسساته تستقيم، بدنا نشتغل على بناء دولة، بناء مؤسسات، بدنا نشتغل على بناء إدارة، بدنا نعزز أجهزة الرقابة، بدنا نوضع حد للصفقات، بدنا وهيدي تفيك تعملها بدك شغلتين. القوانين موجوده، عمل الله يرحمه رئيس فؤاد شهاب، والاجهزه الرقابيه موجوده، بدك تنفذها وتفيك تنفذها. ما فيك تجيب ناس ملوثين وتسلمهم البلد، بدك تجيب ناس معروفين بمناقبيتهم بنزاهتهم وبكفاءتهم وتقول له تفضل تولج هذا المركز، خذ تفضل حضرتك هذه الوزاره او هذه الاداره العامه او هذه الوظيفه، حتى تامن انت انه هالشخص هو يضمن بشخصه بنزاهته بكفاءته تطبيق القانون هل ممكن تحقيق هذا الامر في ظل جمهوريه او مرحله انت اليوم سميها مرحله الانحطاط الوطني والمسيحي في لبنان؟ نحن ما فينا نستسلم، نحن بدنا نناضل وبدنا نجاهد وبدنا نحن ببلد ديمقراطي. لمين عم بتشير وقت تقول نحن في مرحلة الانحطاط الوطني والمسيحي؟ يا سيدي نحن أنا لما شبابي عم بيهاجروا اليوم
هلا ليش عملنا شغل جديد؟ لا بس عم بسويت كثير. اقتصادي مضروب وما في افق، ما حدا حاطط لك خطه اقتصاديه كيف بدك تعيد استنهاض البلد. صافي سيدر واحد. طيب. يعني طيب. انه بالسياسه كمان اكثر من انه مؤتمر دولي بباريس. لحظه كمان بتجي على السياسه. هلا بنجي على المؤتمر الدولي، بتجي على السياسه، بتلاقي انت انه انت لما بدك تبني البلد القوي وبدك تبني الوضع المسيحي القوي، بتأسف احكي هالكلام بس هذا الكلام انحكى، عم عيده انا، انت اليوم بدك ما في يكونوا المسيحيين قوية اذا ما في عندك مؤسسات وما في عندك ادارة تحترم الشفافية وتحترم الكفاءة والنزاهة. اليوم انت كمواطن لبناني كيف ممكن تدخل على سلك القضاء اذا كنت منك تابع لفريق سياسي معين؟ كيف ممكن انك تدخل على سلك عسكري وتاخذ مركز كبير اذا منك تابع لجهه سياسيه معينه؟ كيف ممكن انك تقدر تعمل سفير بدوله محترمه اذا منك تابع الى هذه الجهة؟ القوه اللي نحن بدنا اياها هي قوه لكل البلد وقوه للشعب وقوه للادمي وللكفوء وللي موجود ببيته واللي ما عنده اي ارتباط سياسي. نحن هيدا اللي بده يقوي الدوله. طبعا ما في شيء بيمنع انه اليوم كعهد كسلطة موجودة يكون في ناس قراب منهم موجودين، ما بيمنع هذا الشيء، ولكن الصورة المشهدية اللي عم نشوفها اليوم مش هذا الشيء اللي عم نحكي. ما شافت لبنان بتاريخه كان يبقى يجي موجودة كان يا سيدي يا سيدي اجى الرئيس بشار الخوري. لا ما بدي بالتاريخ، بس اليوم عند الشيعة منا مقتصرة على الثنائي الشيعي، يعني التعيينات وانه منحط هون ومنشيل من هون. هذا دليل صحه؟ طب لا بس انه لماذا فقط استهداف المسيحيه؟ انه وقت لحكينا انه عن المسيحيين استهداف المسيحيين. خليني شو المسيحيه؟ اولا ما بيمشوا هيك، تاريخهم مش هيك، هي واحد. اثنين هذا مش دليل صحه عند الاخوان الشيعة. ثلاثه الشيعة الثنائيه الشيعيه بكره جاي الانتخابات وبتشوف معهم فوق 80% اللي حكيوا عنها برئاسة الجمهورية اللي هي طبعا كانت منها حقيقة، إنه 80% مع التفاهم، هي ما قالوا إنه 80% مع القوات. أنت عم بتقول هيك مع القوات والتيار، مرة تناقشنا عليها هذه بجلسة خاصة وهن قالوا 80% مع التفاهم. أنت عم تقول هيك، هن كانوا يعتبروا قبل، وهون عنا القرار هي نابعة من هالخلفية أيضا. إنه يا سيدي وقت اللي بيجتمعوا القوات والتيار الوطني خلص مشوا المسيحية. هذا الشيء مش مزبوط، هذا موجود عند الإخوان الشيعة، كان موجود بمرحلة سابقة عند الإخوان عند السنة في لبنان. هلأ صار في بفتكر بهالقانون الجديد رح يعطي مجال لحضور سياسي سني كمان متنوع، وهيدا التنوع منه إهانة، لأنه إهانة للمسيحيين ولأنه إهانة للشيعة ولأنه هيدا دليل صحة وعافية للبلد. صحيح لأنه صحيح. هيدا لبنان بس عم بحكي أنه شيعيا بس خليك معي، ما بدي أطلع من الموضوع، خليك معي شوي على كل حال. حتى عند الشيعة أنا لهلأ الرئيس بري صديق، بس لهلأ إذا شفت ابنه ما بعرفه، مرة ملتقي فيه. السيد حسن نصر الله أو يعني حزب الله، هذا يمكن الحزب الوحيد اللي عنده مؤسسة. طيب نحن وين؟ نحن كل الأقارب، كل الأنسباء، كل الأصهرة، كل البنات اللي بنحترمهم على المستوى الشخصي ما في مشكلة أبدا. طيب نحن صرنا بعائلة حاكمة هون، ما في يمشي البلد هيك. هيدي الصورة عم تقتل لبنان، عم تقتل الاقتصاد، عم تقتل الاستثمار. صحيح. طيب فإذا نحن كل شيء طالبينه أنه البلد القوي بالرئيس القوي هو بتقوية الثقة بلبنان. تقوية الثقة بلبنان ما بتصير بالشكل اللي عم بيصير اليوم. امبارح صار قصة بالمتن، طب واحد زاد منشور ماشي الحال، بدها الخب هالقصة. نحن صرنا بنظام بوليسي أسقط حقه النائب إبراهيم كنعان يا سيدي. لا أنا أسقط حقه الشخصي وبالتالي خرج. أنا الأستاذ إبراهيم كنعان حقه، هو حقه يدعي بس ما بدها القصة استاذ وليد، ما بدها القصه. طب سؤال كمان، طالع حضرتك من محامي كمان، من اللجوء الى القضاء كمان صار انه عيب؟ لا، صار امر لا يجوز. بدي اقول لك شغله، لجأ الى الوسيله القانونيه. يا سيدي لو كان صاير العكس، يعني واحد حكي هيك عن النائب سامي جميل، راحت الاجهزه طبت قدام بيته وسحبته بهالشكل. امبارح عملوا لنا قصه
بضيعة بكفر دبيان. شخص ما شخص نسيب إلي كمان صار في تصرف أوكي في قضاء في يتحرك في أجهزة فيها تتحرك ولكن مش بالطريقة وبالأسلوب القمعي مش بالأسلوب القمعي. فيك تحترم الإنسان هذا الصبي فيك تبعت وراء فيك تقول له تفضل حبيبي شرف لعندي على شو اسمه بتحقق معه ما في شيء بيمنع. مش كيف صار يعني اليوم طبوا عليه بطريقه قمعيه من هو بكفر دبيان نعم تحكي عنه كمان صار شيء انا ما بدي احكي اكثر بالموضوع ولكن صار في شيء ما انه لائق ابدا ما انه لائق ما بدي اسمي شيء ثاني ما انه لائق لا بالرجل ولا باللي عملوه ما انه لائق يعني كتدبير كله سوا او بالممارسه على الارض هي الجماعه عم يتعاطوا بكم كبير من الفجور والسلطويه والتكبر بدهم يعرفوا شغله هيدا البلد ما بيمشي بالطريقه ويمكن بيمشي مع ناس بس مع ناس تانيين ما بيمشي. إذا بدك تبني ثقة بالبلد بدك تحترم القانون تحترم الدستور تحترم المؤسسات لحتى تقدر تحسن صورة لبنان وصيت لبنان واسم لبنان لحتى تقدر تتقدم بالبلد. اليوم أنت الجمهورية مدام لا مدام عم تحكي عن الوراثة بس خليني أبتهل أنا مبارح ذكرتها هيدي وبدي أرجع أذكرها اليوم. لما أنت ببلد بيصير في اختراق للدستور ثلاث مرات بعهد بعده بأول بدايته وما فيها الظروف القاهرة ولا الاستثنائية ولا الغير طبيعية يعني ما في شيء أوكي طيب جيت يعني بكل هيك وكأنك عم تشرب من هالكباية الماء بتجي بتخرق الدستور ثلاث مرات ما بيصير في أي موقف كبير بالدولة بتحكي عن تأجيل يعني إنه عدم إجراء انتخابات فرعية تصديق الموازنة من دون قطع حساب هيدي كلها تأجيل انتخابات فرعية هيدي كلها لما هيدي كلها بتهز الاقتصاد لأنه اليوم بتروح الناس على دبي يمكن ما فيها منهم معودين على هالأنظمة الديمقراطية وإلى آخره بس جماعة في عندهم قضاء في احترام للقوانين لو بدك تكون راسك بدق بالسماء وخلافة القانون بدك تتعاقب هيدي الشغلة بدها تصير إذا ما صارت ما وصلنا لها بلبنان حرام بس هون بنكون نحن عم ندمر البلد بالنص الفاضي من الكبية يعني شو النص المليون يعني خبرني مثلا الانتخابات على الأقل أنه نعمل قانون للانتخابات في عهد الرئيس ميشيل هون وعلى الأقل هلأ ستجرى انتخابات بعد أسبوعين كمان في عهد الرئيس ميشيل هون بالنسبة إلى الموازنة على الأقل على الأقل أقرت موازنة أول انتخابات أيها عم تحكي أنا كرئيس يعني إيه هلأ إنه ما هو اللي معطلة طول بالك علي شوي من 2009 شيخ ومعطلة كان الانتخابات رئاسية عم تحكي لا النيابية عم بحكي إنه وقت عم نحكي إنه تأجيل لأنه لم تجرى الانتخابات الفرعية هي معك حق انتو هيك هون الدستور بس على الاقل صار عندنا انه انتخاب صار عندي او انتخابات انتخاب رئيس يعني الفراغ هن اللي كانوا ورايا استاذ وهاب انا مش عم بتجنع على حدا هن اجوا قالوا او بتنتخبوا الرئيس ميشيل عون او ما في رئيس جمهوري من يوم تيخلص لبنان تيخلص كمان تيار المذا ده كانوا مع هذا إيه مش معهم انا كنت وكانوا مع هذا القرار وكانوا مع هذا التوجه انا ما كنت معهم وكنت عم واجه وانا لما تشرفني صديقي وحبيبي الوزير الفرنجي ليلة انتخاب رئيس جلسة انتخاب رئيس جمهورية تشرفني على البيت طلبت منه بالإعلام إنه يا معالي الوزير بكرة نزال على الجلسة وانتخب رئيس جمهورية أنا كنت ضد هالموقف طيب فإذا نحن أنت لما هني عطلوا الرئاسة انتخبنا بعد سنتين ونص قالوا مشيت العملية وانتخبنا رئيس هاي فإذا هيدي كانوا مشكلة فيها هني طيب كانوا يقولوا لك نحن عملنا تعيينات هلا بيطلع بيقول لك عملنا تعيينات إدارية عملنا تعيينات دبلوماسية هو مين كان يعطلهم قبل وتعيينات قضائية وأنت فهمنا ليش كنت تعطلهم كان بدك أتباعك بس ركبوا أتباعه مشيت التعيينات ومشيت التوظيفات البلد ما فيك تبني هيك فيك تجيب ناس قراب منك ولازم وأكيد كل شخص بالسلطة بده يكون عنده عدة الشغل تبعه ولكن ما فيك أنت تحرم صاحب الكفاءة بلبنان من أي إمكانية أنه يكون له دور بالمؤسسات الإدارية اللبنانية فيها طبعا رح نرجع نتابع هالحوار عندنا الشق السياسي بدنا نكمله كمان بدنا نحكي عن برنامجكم وخصوصا فيما يتعلق البرنامج الإنمائي وإنما بعد فصل إعلاني أول لهذه الليلة